مؤدب وراجل محترم بالنسبه لينا، وكان صاحب وسنه كبير، وكنا واخدينه اخ علينا يعني. انما هو ظروفه الله اعلم بيها، ظروفه كانت غلبان، وكان بيجي مثلا يستلف فلوس ويجي مثلا عاوز مصلحه، اديني مثلا عاوز ما اتغدتش، عاوز اتغدى، هات لي علبه سجاير، الكلام دوت. طبعا احنا فوجئنا، قالوا نبيل اتقتل في الشقه. في ايه؟ قال لك اتقتل. طب اتقتل بسبب ايه؟ ما نعرفش. انما هو لا ليه اعداء ولا ليه حاجه، ولا كان بيغلط مع حد، ولا بيشتم حد، ولا بيزرجن على حد خالص. وقعدته في حاله من بيته للقهوه، زهق من القهوه يتمشى ويرجع يقعد تاني.